نفذ كثير من الدرك الأسباب. ماذا؟ ما تقول؟ جند كثير. ربا ولما كيف؟ إنهم يحصرون الخانة. إلهي، ما الذي حدث؟ ما العمل؟ لا أستطيع القفز لئلا يروني. ويلي ويلي، لابد أن نفعل شيئا. أعلم لا أعلم. أنت تعرفين أخوك حمدان متهور، لا يخشى العاقبة. ولكنه لم يفعل شيئا، لم يقترف ذنبا. لا أريد أن يروني هنا. يرونك؟ ألا سوف يأتون. المهم أن لا أضبط في مفاعلك، سأكون أضحوكة بين رفاقي. وأنا ألا تفكر في مصيري لو عرف حمدان؟ لابد أن هناك شيء غير عادي. لا أعلم لا أعلم. يجب أن أجد وسيلة للخروج. هيا انظروا إن كان أخذك الذهب. ولما؟ سأخرج من باب الحانة. لا لابد أن أخرج. لا دعيني. أسمع شيئا، ربما ذهب إلى فراشي وكذلك أبوك. هيا تفقد الطريق. أقول لك إن الباب مغلق. تحيه مفتاح مع أبي. ما القصد من كل هذا؟ القصد لا أفهم. ما معنى هذه المناورات؟ أي مناورات؟ لست معي كعادتك هذا المساء، إنك مضطربة. أنا من المؤكد أخاف أن يروك. هذا فقط. لما تنظر إلي هكذا؟ لقد كان باتفاقك. باتفاقي؟ نعم. لا أبغرك. لا لا لست أنا لست أنا. من إذا؟ إنهم. من؟ أبوك وأخوك، أليس كذلك؟ قد تأمرتم على إيقاع الفخ. أنت إيقاعك أنت؟ يا إلهي كيف تقول هذه الفكرة في خاطرك؟ لقد اعترفت. أتريدين الإنكار؟ لا لا إنك لم تفهمني، بل إني أخطأت أدراك سؤالك. ظننتك تتكلم عن شيء آخر. أي شيء؟ أنا لا. لا تتكلم. قلت له حمدان سوف لا أجيب. كأني نائم. سميرة سميرة، هو حمدان. ماذا يريد؟ سميرة افتحي يا سميرة، أسرعي. إلهي ما الذي حدث؟ أنا حمدان، افتحي يا أختي. من الطارق؟ أنا أخوك، أنا حمدان، عجلي. ماذا تريد يا حمدان؟ أريد محادثتي. في مثل هذه الساعة؟ نعم، مسألة هامة، هامة جدا. ولكني نائمة، ألا تريد أرجاءها للغد؟ لا، في الحال بلا تواني. اعتذر لحظة. ماذا أصنع؟ ما العمل؟ ما العمل؟ لا أدري. تضطر. ماذا؟ إذا حاول أحد إيذائك فلتكما أنتما اثنين. كيف؟ كرادو، ما الذي تقول؟ إياك أن تفهمي. أقسم أنني جاهلة كل شيء. وربك ساعدني ماذا أفعل؟ لا تفتح الباب. يا له من الليل. فلن يدعه إلى محادثتك في هذا الوقت المتأخر من الليل. اسمع، خاطر لي خاطر. تعال تعال ادخل مخدعي، اختبئ ريثما أرى ماذا يريد. ولكن اطلعني. دقائق دقائق معدودة فقط، سأخاطبه على عتبة الباب دون أن أدعه يدخل. يا تعجل. نعم حالا حالا. ما
ماذا حدث يا شقيقي؟ ما الخبر؟ معذرة يا أختاه لإخلاق راحتك، ولكنه نبأ صار. دعيني أدخل أولا. خيرا. نعم خيرا، إنني يا إلهي لقد عقد الفرح لساني، لقد زارنا الليلة زائر. زائر؟ نعم زائر عزيز انقطعت عنا أخباره منذ مدة. ومن يكون؟ صديق بل قريب. قريب؟ ولكن من؟ كيف، حذري. لست أذكر. فكري قليلا، ألا تذكرين؟ لا لا، فسر أكثر من ذلك. أعز الأعزاء وأقرب الأقرباء غاب عنا منذ 5 سنين. 5 سنين؟ نعم، بائس وبطل يبدأ اسمه بحرف القاف. من تقول؟ أيقول؟ نعم يا أختان، زوجي قاسم. قاسم؟ عفوا، لم أستطع الانتظار حتى الغد. نعم، ولكن كيف ومتى؟ هل أطلق سراحه؟ نعم، فر من السجن. فر؟ نعم، بطلنا العظيم اقتحم السجن. ربه، لعلني أخطأت، هذه مفاجأة غير منتظرة. نعم، هذا تأثير الفرح. والآن يا أختاه، وأين هو؟ هنا بجوار الباب، أشك أنه يسمع حديثنا. المسكين يذوب شوقا لعناقك، كم هو يحبك يا أختاه. قاس آلام السجن وتحمل مذلة الأسر، لم توهن عزيمته قوة الإسبان ولا غلاظة قلوبهم. عاد إلينا وطنيا كما كان، بل أقوى، يصرخ مطالبا بحرية بلاده. كأنني في حلم. أردت أن أقول لك شيئا آخر. لا 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 تضطربي هكذا، إنه جرح بسيط في الكتف. ولكن ما بك؟ هل أنت مريضة؟ لا لا، لعلني أشعر بوهن في أعصابي. هذا تأثير واقع النبأ. النبأ؟ نعم، لعل ذلك. والآن يا أختاه، هل تسمحين أن أنادي؟ لا لا. كيف لا؟ لا تريدين رؤيته؟ لا أريد. لا تريدين؟ لا لا، ليس الليلة، ليس الليلة، غدا في الصباح أرجوك. وما السبب؟ السبب لا، ألا ترى أنني مريض؟ غريب أمرك، أترفضين رؤية زوجك وقد عاد إلينا بعد فراق 5 سنين؟ غدا. أفي إمكانك الانتظار حتى الغد مع علمك أن زوجك قد عاد وهو موجود تحت سقف منزلك؟ طيب إذا استطعت الانتظار، هل هو يستطيع؟ المسكين يذوب شوقا لعناقك. ولكن خبريني، ماذا حل بك هذا المساء؟ بربك يا خدام، ارحمني. ارحمك؟ ما اغرب ما تقولين، مهما حاولت تفسير هذا اجدني عاجزا عن حل هذا اللبس. فلك ان تطلعيني على الداعي. ليس هناك من داعي، قلت لك فقط انني تعبة جدا. خبريني، لماذا ترفضين رؤيته؟ هو قد عاد. نعم قد عاد، كأن هذه البشرى لا تسرك. كيف تقول ذلك؟ محياك وتناهي اضطرابك، ينماني عن ذلك. والله أنا مذهول. غدا دعني أرجوك، أكاد أموت، ستعلم الحقيقة كلها.